البلاد هذه الغرائب والعجائب. عمرنا ما سمعنا بمجلس حكومي استثنائي حتى النهار اللي بغى يبدلوا الساعه. اعتبرت الحكومه اعتبرت انه ما وقع في الحسيمه لم يكن يستحق مجلس حكومي استثنائي. ولا ما وقع في الجراده لا يستحق المجلس الحكومي الاستثنائي. ولا الكوارث ديال القطار ولا الكوارث الطبيعيه ولا انه البحريه العسكريه تصرفت بصفه غير معقوله وغير منطقيه لا فيما يخص المرتيل والمنطقه ديال تطوان ولا فيما يخص العرايش اللي كذلك اصيب فيه مغربي بالسلاح رسمي ديال الجيش المغربي. هادشي كلشي لم يكن يستحق تماما مجلس حكومي استثنائي. اللي كان كيخصو المجلس الحكومي الاستثنائي هو القرار ان ما نبقاوش نبدلوا الساعه. تبارك الله عليهم. والله العظيم هذه حجه اضافيه ان كان هناك الذي يشك في مصداقيتي او في جدارتي هذه الحكومه كنظن اليوم راه عطاوهم الحجه القاطعه ان بيسيط ماشي في محله لان ماشي هي اللي كتسير في المغرب وماشي هي اللي كتعرف شنو واقع في المغرب وماشي هي اللي كتقرر في السلطه التنظيميه المغرب ديال المغرب. على كل حال نتمنى انه هالوضعيه هالوضع الكارثي بالنسبه للمستقبل ديال البلاد ينتهي في اقرب وقت ممكن باش ندخلوا لشي مرحله اللي تكون عندنا حكومه تقرر.